إمكانية تكون لعبة على الصورة لافان اللي يعرف الكرة الإفريقية جيدا لأنه سبق له وأن درب في العديد من البلدان الإفريقية في الكاميرون. هذا ميهايو كازومبي توصل الكرة لبن عيادة، محاولة رفع الكرة العرضية الأولى من بن عيادة وخروج موفق لأولوندي الحارس تيبي، تبقى لفريق شمالي بي نشعر الآن أن فريق تيبي بدأ يخرج من منطقته. حذاري عدم ترك الفراغات والهفوات وتفادي الهفوات الدفاعية مهم جدا من جانب دفاع شباب قسنطين. بن عيادة، بن عيادة الآن يصعد تقديم ممتاز وممتاز وهينة والحارس بصعوبة، كانت الفكرة جيدة ضاعت من العمري السيد علي، تبقى لشباب قسنطين. حذاري انطلق اللاعب صراع وحوافز اللعب بحوافز إضافية ممتازة، الكرة هذه تبقى لشباب قسنطين، تسديدة ممتازة والحارس، تسديدة قوية من جعبوط والحاس يتصدى ويغلق الزاوية. تركيز أمام المرمى من أجل تجسيد ما يمكن أن يكون لفرص. هذه سلسلة من التمريرات وسديدة عابرة للدفاع بين أحضان الحارس. ممتازة سلسلة من التمريرات، حامل الكرة وعدم ترك المساحة حتى يوسع كرته أو يسددها. حذاري من هذه التسديدات قوية 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 عابرة للدفاع ومرت جانبية. أول تسديدة في الدقيقة الأربعين من فريق تيبي، فرصة سانحة واستغلالها من أجل مباغتة دفاع فريق تيبي. موزومبي كرة مرتدة في أول محاولة من جعبوط وتدخل موفق للحارس، أول إنذار من بعد ما وصلت الكرة من يطو، حط كرة ناحية رفيقه يلحق عليها بالخير، بالخير بن عيادة، هي كرة عرضية ممتازة من بن عيادة مباشرة، العرضية والتوزيعة مباشرة في شباك الحارس أولوندي. وبن عيادة بعد مرور خمس دقائق على انطلاق المرحلة الثانية يفك العقدة ويتمكن بن عيادة من فتح مجال التهديف وتهتز المدرجات. ثم كرة طويلة، حذاري من ترويض هذه الكرة، الضغط على اللاعب الذي سيساعد للتسديد والتوغل داخل منطقة العملية. حذاري، حذاري ممتازة الكرة إلى أين الحكم؟ لا يقول تعدات في الركن منطقة العملية مهمة جدا، كرة مرفوعة رأسية وفوق الإطار، جاء اللاعب من الخلف ضرب الكرة لكن كانت فوق الإطار. حذاري من الكرات الثابتة اللي يتولى تنفيذ الركنية قصيرة جدا من بن عيادة اللي بالخير يرفع كورتو داخل منطقة العملية. ممتاز الهدف الثاني، لا أروع من هذا الهدف، ممتاز الهدف الثاني لشباب قسنطين، هدف ثاني ممتاز ممتاز من جانب عناصر شباب قسنطينة. ولافان أكثر ارتياح الآن بعد تسجيل الهدف الثاني من جانب فريق شباب قسنطينة. كرة صعبة إلى أين؟ رحماني يتألق، ممتازة من رحماني يتألق، وأول تدخل من رحماني منذ بداية المباراة لإبعاد هذه الكرة، يلعق عليها، هي كرة ممتازة تسديدة إلى أين؟ فرصة هدف ثالث ضاعت على شباب قسنطينة، فرصة رائعة لإضافة الهدف الثالث، ولكن هنا شباب قسنطينة يتسيد هذه المجموعة ويتصدرها باسم حذاري. حذاري، حذاري، رحماني ممتاز، رحماني لا أريدك أن تتلقى الأهداف هنا بملعب الشهيد. سرعة بن شريفة رفيق طلب الكرة، وصلها للعمل الشهيد، ممتازة هيلا، رائعة رائعة، ممتازة 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 ممتازة، هدف عالمي ومثالي من جانب فريق شباب قسنطين. مهرجان من الأهداف من جانب شباب قسنطينة وفسحة قسنطينية في هذه الأمسية الكروية الإفريقية هنا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. والعمل السيد علي يقضي على أحلام تيبي مازومبي في العودة. هلالي بينية ممتازة من العمل السيد علي، فسحة قسنطينية وتوزيعة، ربما الهدف الرابع لا، من الحق عليها اللاعب القاسمي، كنت أعتقد أن القاسمي الحق عليها لكن لم يلحق عليها قسنطينة. في حذاري، حذاري، حذاري من هذه اللقطة، من هذه الكرة، عودة الدفاع يبدو لي أنها جانبية وبالفعل، ولكن الرحمن هو الذي أبعدها. ممتاز، فرصة سانحة لتيبي مازومبي، والحكم المغربي الجعفري نور الدين يعلن عن نهاية المباراة وفوز شباب قسنطينة بنتيجة عريضة ثلاثية كاملة أمام فريق